أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. حدیث میں ہے جو شخص یہ آیتیں صبح کے وقت پڑھے شام تک اس کی حفاظت رہتی ہے، اور جو شام کو پڑھے صبح تک اس کی حفاظت رہتی ہے.